خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كنت يا هاني، ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتأمرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتأمرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا مستنيك عند البوابه. مستنيك. ماشي، مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده، وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده، بقول لك عمي. عمي؟ ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه، انا حاسه ان هيجرى لي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما. الو، وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي، في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان، وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابه اهلي؟ بصي يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنهولك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا يا بنتي. انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. احسن يا وحش، جدع يا بنت شوشو، جدع شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو، عامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا رب تموت يا عيني، يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي، مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده. هاي يا عصام، ما كمل اول يا اخي. منك لله، منك لله، البنت ماتت.
يا حمصاني اتاكدوا لو البت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشفا. اي اوامر تاني يا ست صباح؟ اسلم ايدك يا بتاوي، تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بقى. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والقعم بشكل. قول يا اخويا بالهنا والشفا. لا كفايه كده يا صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني وحياتك عندي وحياه امي، مش هقدر. انا لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرالي حاجه. بجد يا صباح؟ اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبدالله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحة؟ لا من القشطة. اه؟ اه. مالك يا سي عبدالله؟ انا؟ لا لا انا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الاستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خد يلا تعالى، خد شاكل اللي ملوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك، انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده، اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. ياه يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نني، بس انت يعني عارفة يا نونة؟ ايه نونة دي؟ لا يعني بقولك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقلك نونة، نونتي بنتي الصغيرة. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك.
ببوسك ايه ده، انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعه، كل واحد على قد امكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لانه يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني اهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام، انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا، ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا النو ويا بات هنا. بقولك ايه يا بت، انت انا اتخنقت من العوجه اللي انت معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجلك. لحاف ايه في الحر ده؟ انا دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره، وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا، انا مش عايزه. الف هنا وشفي. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا. شكرا. هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا معرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه؟ بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك؟ ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاه انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش، ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه، ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي مزعقش، انت اللي نرفزتني. غطي انت.
بص بيعمل ازاي. لا عندي شعر في صدري، عندي 8 اعدهم لك. ده ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما تقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى، شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ تعبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج، وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني؟ عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر، في الاخر، في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش؟ بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هاد اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو، بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوستا بقى يشوف العربيه؟ اتفضل.
انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. اهي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضه. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركتير عايزه تتزود. ميه الكركتير؟ اه. يا جماعة العربية دي شكلها سخنت. لا والله ما هي بتولع قدامك اهي. ما هو انت السبب، انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف اولا ما تزعقش، تاني حاجة انا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلت لك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، انا لمبتي لونها احمر انت لمبتك لونها اصفر. ما بس بقى يا ده سفروت انت والبنت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص. انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا خالتي ما بتنقرش بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا يلا. سبحان الله يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف اللي احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاج كان نفسنا نتقلب معاكم بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني. كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه 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 يا مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص دي مش عجباني، اتفضل حضرتك باي باي. ايه ده ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله. لو عربيه ميز سيبها. واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبقى. ده ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامي العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهين كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش عارف اسوق مش عارف اسوق. سوق ايه متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟
قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اللي اخرت كده؟ اتاخرت ايه الساعه 11؟ يا نهار ابيض ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو هنلحق البحر. معلم هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي اشوفكم على البحر. باي بنات انا هبقى معاه ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول بقلول في اسطنبول. ايه يا مو دول ايديتس انت هتزيد معاهم؟ بصي في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بسبوز. لا 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 يا جماعه كده كتير والله العظيم هيجيلي كرشه نفس. انا هروح للراجل ده ولا انتوا هتقضوها بقى عزوز واحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز. خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين على فين يا جماعه؟ انتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا ايه؟ ايوه يلا بينا انا منت وابقى جاهز. وانت مالك انت؟ احنا مش عندنا مشوار نروحه. روحوا انتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. انت عايزاه معاكي ليه اصلا؟ ده ملوش لازمه. امال ايه يعني نروح احنا كده من غير رجاله؟ ده على اساس ايه؟ ان انا كنزايه؟ انا عارفه كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز اروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في الميه، الم ودع، ادفن نفسي في الرمله، اجر بدال، اي حاجه من الانشطه بتاعت البحر دي. ده واضح انه ما راحش البحر من زمان يا جماعه. سيبهولي وروحوا انتوا مشواركوا على ما ترجعوا تلاقوني ايه وضبت الاوض كلها. انتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ احنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات احنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي اوض كتيره جدا، اطلعوا نقوا الاوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مركبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا مو احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام وعقبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده؟ ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه؟ يا جماعه دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي يخرب بيتك بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك قول. طب 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 انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا ايه؟ قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه. ايوه ايوه معروفه دي. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي يعني متعه بصراحه متعه. احكي احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول.
يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعة، في يوم قمر جميل كده الشمس كانت متعمدة على وش رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. أيوة والله العظيم كده، هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. فين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل قالت يا ظهر يا بطن البطن يلعب رعوني هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي، فين بقى الاوضه المسحوره؟ هسيبه سيبه يا ابو الدهب، ايه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري، اوعى الداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها، قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها. هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينة، طلعت نص راسه. الحقوني الواد نص راسه طلع بره. روحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على السرير، بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما عظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسين. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب بيه، وحضرتك ما فهمتش، عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما انت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح انت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله ما انت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما اخد الفلوس. لا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السلم. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ خش عن نضربهم وناخد المجلة. خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخم؟ لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول ايش معنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما اقتل حد هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا 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 قدامي. حاضر بس واحده واحده عليا رجلها بتوجعني. لا خلي قدامي انا مش فاهم بس انتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ انا هعمل معاكوا ايه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش انت قلت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري صح عم بنداري. خير الله خير الله خير الله. مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. ليش بنقدم؟ ليش بنقدم؟ ايه ده؟ صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النادي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفوق عليك.